يا مساء الخير على حضراتكم في تغطية رياضية جديدة. واصل فريق سيدات الكرة الطايرة بالنادي الأهلي الملقب بفتيات الذهب سلسلة النجاحات اللي دايما احنا بنشوفه بيحققها وتحصيلها دايما في ظل سيطرته على البطولات المحلية، خاصة بقى المرة دي ان اللاعبات نجحوا في الوصول الى الفوز ل77 مباراة متتالية، والوصول كمان للفوز ده كمان قدر ان هو يدخلهم في موسوعة جينيس. علشان نتكلم اكتر مع حضراتكم عن هذا الانجاز التاريخي لفريق سيدات طايرة الاهلي هتكون معانا على تلفزيون اليوم السابع كابتن نهلة سامح، كابتن فريق النادي الاهلي. صباح الخير عليك يا نهلة. صباح النور. صباح الخير. طبعا في البدايه ان احنا بنبارك لك وبنقول لك يمكن احنا دايما متعودين منكم على الانجازات دي، بس الفوز في 77 مباراه متتاليه بدون هزيمه تهيألي ده يعني انجاز كبير، عايزاكي تكلمينا اكتر عنه. الله يبارك فيكي. طبعا في الأول طبعا ده مجهود، يعني أكتر من سنة إن احنا نوصل ل77، ده رقم مش قليل، بالذات إن كان خلال ال77 ده كان فيه بطولة أفريقيا، فإن احنا نقدر نلعب كم المباريات دي كلها بدون هزيمة فده إنجاز في حد ذاته. يعني ده زي ما بقولك هو مجهود أكتر من سنة، احنا يمكن سنتين ونص ما يعني ما تلقاش يعني ما كانش فيه أي هزيمة إذا كان دوري أو كأس أو بطولة أفريقية، فده طبعا يعني مجهود، يعني مجهود طبعا وتدريب على مدار السنين دي يعني كلها. مجهود. احنا الحقيقه احنا زي ما بقول لك كده وقلت لك في الانترو ان احنا متعودين دايما منكم على الانجاز ده، بس انا عايزه اسالك على حاجه مهمه جدا. يمكن احنا قبل ما تحققوا الانجاز ده كانت في ناس بتتكلم ان فريق الاهلي هيعادل فريق تركي او فريق ايطالي، فمين اللي احنا قدرنا نتخطاه؟ هل فعلا كان فريق تركي ولا الفريق الايطالي؟ احنا يعني قبل ما نبتدي الدوري بالظبط كان فريق تركي، لكن يعني احنا كان مطلوب مننا مباراتين بس عشان نعدل الرقم الفريق التركي ده، بس على حظنا الموضوع اتأجل شوية عشان في فريق ايطالي كسر الرقم، بالظبط. كسر الرقم بتاع الفريق التركي قبلنا يعني من اسبوع او حاجة، لكن يعني الحمد لله طبعا مش بنتمنى لهم اي حاجة، بس الحمد لله سلسلة الانتصارات بتاعتهم وقفت عند 76. يعني هو كان المفروض احنا بنعادل الرقم 74 اعتقد للفريق التركي، بس الفريق الايطالي وصل ل76 والحمد لله ان كتر احنا خيرهم قدرنا حقيقي. نتخطاها، يعني الحمد لله. ما انا بقول يعني احنا مش بنتمنى لهم اي حاجة واحدة، بس بالظبط. الحمد لله السلسلة وقفت بتاعتهم. انت يا نهله شايفه ان الرقم ده ممكن يزيد؟ يعني ممكن على قبل ما تفنشوا السيزون ده يبقى الرقم اكبر من كده؟ ان شاء الله يا ربنا يسهل. طبعا اعتقد ان شاء الله هيزيد ان شاء الله. اكيد عوامل النجاح في منظومه زي دي بتكون كتيره، يعني هي اكيد مش بتبقى مدير فني بس او جهاز فني بس او لاعبات بس، عايزاكي تكلميني عن عوامل نجاح فريق زي فريق سيدات الاهلي. احنا يعني لو اتكلمنا فاحنا هنتكلم على اجيال من اكثر من 30 سنه، ان احنا قادرين نحافظ على الفوز المحلي بالبطولات المحليه اكثر من 30 سنه، فده انجاز طبعا يحسب للنادي الاهلي كاداره على مر السنين دي كلها، حتى مش هنقدر نتكلم على السنه او السنتين دي، فلا ده مجهود ناس واجيال، لعيبه كتير مشيت ولعيبه جت، والنادي الاهلي فضل محافظ على مكانته عامه في مصر وفي افريقيا وفي العرب، ان هو دايما يعني بيفوز بالبطولات المحلية وفي البطولات الأفريقية والعربية، فده طبعا مجهود سنين ومجهود ناس كتير جدا، يعني الواحد مش هيقدر يذكر حد بعينه أو كده، لأ هو ده ناس كتير جدا، وزي ما بقولك في لعيبة كتير بطلت ولعيبة جت والفرق اتغيرت كتير. أنا الحمد لله كان ليا الشرف إن أنا لعبت مع كذا جيل، فالفرق بالكامل كانت بتتغير ومحافظين على مكانها، وده طبعا يرجع لنجاح النادي الأهلي عامة في الإدارة، ده في أكيد. إدارة الفرقة والفرق عامة ككل. يعني بعد النجاح ده بقى مجلس إدارة النادي الأهلي وعد الفريق باحتفالية أو رصد مكافآت أو كده ولا لسه؟ أعتقد ممكن يكون في احتفالية، هو يعني كابتن الخطيب كان من قبل ما نبتدي السيزون كان سألني، يعني قال لي هي فاضل لكم كام ماتش والكلام ده، فهو طبعا متابع الكلام ده كله ولسه يعني ربنا يسهل، احنا بس عشان في وسط الماتشات، فطبعا انت عارفة النادي الأهلي عنده ايه، تمام مركز في الماتشات يعني اكتر الفترة دي عشان نقدر نحسم الدوري يا رب ان شاء الله. يعني أكيد طبعا دعم الإدارة ودعم رئيس النادي بنفسه لما كمان يقابلكم يبقى مركز في عدد نجاح المباريات اللي أنتوا بتفوزوا فيها، ده أكيد دعم ليكم قوي جدا. خليني بقى يا نهلة أروح معاكي لحتة تانية. إحنا عارفين إن النادي الأهلي مسيطر على البطولات المحلية، بس إحنا دايما تحديدا في مصر لما بنطلع بطولات أفريقية بنلاقي كده الفرق الكينية كعبها عالي علينا شوية، ده سببه إيه؟ واحنا عندنا كل الدعم ده وعندنا بالنسبة كل النجاحات للمنتخبات دي.
المنتخبات. بالنسبة للمنتخبات، يعني احنا الحمد لله الاهلي اخر مشاركات، فاحنا مسيطرين الحمد لله مسيطرين. على افريقيا، طب ما هو لكن لعيبة الاهلي هي المنتخبات لعيبة المنتخبات بالظبط يعني، فايه صح. اللي بيحصل ما بقى؟ هي دي المشكلة، المشكلة دايما ان احنا عندنا هنا ما فيش لعيبة كتير بتسافر تحت بره، لكن احنا لما بنقابل الفرق الكينية والكاميرونية وبالذات الكاميرونية، احنا ممكن من 14 لعيب بيكون في 10 لعيبة محترفين في الدوري الفرنسي وفي الدوري الياباني ومحترفين كلهم بره، فمع الوقت اللعيبة دي عليت. يعني احنا مثلا الكاميرون لغاية 2016 احنا كنا بنكسبهم، ابتدت من 2016 كم لعيبه غير طبيعي بيسافر يحترف بره غير عندنا هنا، هنا يمكن كمان عشان الثقافه اللي احنا قليل قوي عندنا، لما تلاقي بنت بتسافر تحترف تعيش لوحدها، الحاجات دي كلها طبعا مأثرة في مستواهم جدا، هما بيرجعوا بيفيدوا المنتخب، بالظبط. هما بيحتكوا بفرق اوروبيه والكلام ده كله، بس هي دي يعني هي دي المشكله بالنسبه لنا. طب بما انك اتكلمتي عن الاحتراف، احنا ممكن نشوف نهلة سامح محترفة في دوري اوروبي؟ انا جالي اكثر من عرض في دوري اوروبي وكذا، يعني كذا مكان، بس انا دايما كنت بفضل بصراحه ان انا افضل في الاهلي، وانا كمان مش شخصيات اللي يعني ما بحبش السفر والغربه عامه. بالظبط. فانا البنوتة يعني المصرية ليكي كتير الأصيلة. على مدار، بالظبط بالظبط والله فعلا. فيعني لا انا لما مهما كان جالي انا يمكن ما كنتش بدخل حتى في تفاصيل، هو انا كنت باخد الموضوع من اساسه عامه، يعني هو طب اسمعينا لا خلاص انا قاعده ومكمله في النادي الاهلي، وان شاء الله يعني الواحد هيبطل في النادي الاهلي ان شاء ان الله. شاء الله باذن الله. عايزه برضو اسالك عن نقطه مهمه جدا، انت شايفه مستوى الدوري الممتاز على صعيد السيدات تحديدا في مصر شايفاه ازاي؟ يعني احنا دايما بنلاقي ان هو دايما المباريات اللي بيبقى فيها الاهلي بتبقى وان سايد جيم، خلينا صراحه يعني. شايفه انت مستوى الدوري ازاي عندنا هنا في مصر؟ واحنا يعني لو هنتكلم مثلا، لو اتكلمنا على الفترة مثلا اللي هي اخر 5 سنين دي، ابتدى في فرق كتير بيجيبوا محترفين، يعني احنا شفنا حتى السنة اللي فاتت وكده كان سبورتنج معاه محترفة، وكان في فترة وقت من الاوقات كان هيليوبوليس معاه محترفة، كان كل فرقة ابتدوا يدعموا بمحترفات، يعني يمكن كان النادي الاهلي بس زمان هو هو اللي بس اللي معاه محترفات عشان المشاركة الافريقية والعربية والكلام ده، لا دلوقتي لقينا في فرق تانية في مصر بيجيبوا محترفات كتير جدا، فده قوة من البطولة، يعني قوة من الدوري. بس برضه هنرجع ونقول ان الاهلي دايما ايه، زي يعني من كتر ما احنا بندور على البطولة فاحنا بنجدد في اللعيبة كل سنة، كل سنة بندعم لعيبة، فيمكن ده الحمد لله مخلينا مسيطرين شوية على البطولات المحلية. بالظبط. احنا بنتمنى لكم التوفيق دايما يا نهلة، واكيد انتوا رافعين راسنا ورافعين راس كل الناس المهتمه بالكره الطايره في مصر. شكرا ميرسي وشكرا ليكي لكم والف جدا، مبروك. ميرسي ماشي الله يبارك فيك، ميرسي. شكرا. ودي كانت تغطيه رياضيه من داخل صاله التحرير اليوم السابع عن انجاز فريق سيدات طائره الاهلي الملقب بفتيات الذهب. اكيد بنتمنى التوفيق لكل فرقنا المصريه، وان هم دايما يحققوا النجاحات، وان احنا دايما نكون فخورين بيهم. شكرا لحضراتكم.